أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لسه يريد الله بدفنات تاني في شهر رمضان. لا لا انت صح يا ولد، يلا من تاني معلش. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق ربنا فيما أنزل وأحكم ربنا فيما قال. وبعد هذا الاستفتاح الطيب من آيات كريمات منزلات على قلب سيد الكائنات وخير البريات عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليمات، نواصل قراءتنا في الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. وكنا قد قرأنا نقف في القراءة عند الصلوات المسنونة، أليس الأمر كذلك؟ الصلوات المسنونة، بعد أن فرغ المصنف في حديثه عن الصلوات المكتوبة أي المفروضة أي الواجبة التي لا تبرع ذمة الفرد إلا بأدائها ولا يسقط عنه الإثم إلا بفعلها، بدأ في ذكر الصلوات المسنونة التي إن فعلها المرء أثيب على فعلها وإن تركها لا يعاقب على تركها وإن كان الأولى له فعلها لكي يأخذ أجرها ويحظى بثوابها لكي ينفعه ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الصلوات المسنونة والعيدان والكسوفان والوتر سنن مؤكدات، سنن المؤكدات صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكنه غلب الكسوف فقال الكسوفان. يبقى الكسوفان يراد بهما كسوف الشمس وخسوف القمر، لكنه قال الكسوفان تغليبا لصلاة الكسوف على صلاة الخسوف كما يقال القمران وكما يقال الأسودان، التمر والماء. الكسوفان والوتر هذه كلها سنن مؤكدة، وتؤدى العيدان في جماعة وكذا الكسوفان في جماعة وكذا الوتر في شهر رمضان يؤدى في جماعة إن صلاه المرء مع الإمام، فإن أخره ليؤديه في بيته أداه فذا.
وكذا رواتب الصلاة، رواتب يعني السنن المرتبة قبل وبعد كل فريضة. وإن سألتني عن السنن المرتبة قبل وبعد كل فريضة أقول لك ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، فهؤلاء ست، وركعتان بعد المغرب فتلكم ثمانية، ثم ركعتان بعد العشاء فتلكم عشر ركعات مؤكدات عن سيدنا محمد رسول الله. وهناك سنن غير ما ذكرت، فمن الممكن للمرء أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعده أربعا، وممكن للمرء أن يصلي قبل العصر أربع ركعات، إما ركعتين ركعتين وإما أربع بتسليمة واحدة. ويجوز للمرء أن يصلي قبل المغرب ركعتين، وأن يصلي قبل العشاء ركعتين، لقول سيدنا محمد رسول الله: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين اللذين بينهما صلاة الأذان والإقامة، هيا الله يا ولدي. والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. صلاة الضحى التي يدخل وقتها بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وتحصل كحد أدنى بركعتين، وكحد أكثر باثنتي أو عشر ركعات. والتراويح التي في عددها اختلاف بين أهل العلم، ما بين ثمان ركعات، وهذا هو الذي يفعل عندنا في مساجدنا في رمضان، يصلي الأئمة ثمان ركعات تراويح أو قياما في رمضان، ثم يصلون ثلاث ركعات، ركعتين شفعا وثالثة وترا، ليكون المجموع إحدى عشرة ركعة. ويجوز أن تصلى 21 ركعة، ويجوز أن تصلى 36 ركعة، وبكل رأي قال به مذهب من المذاهب الفقهية. إذن من أداها ثمان ركعات فقط كان أمر جائزا، ويستدل لذلك بحديث سيدتنا عائشة تحكي قيام سيدنا محمد رسول الله الليل في رمضان وفي غير رمضان، فتقول: كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على ثمان ركعات، أو على 11 ركعة. ثمان ركعات من غير الشفع الوتر، 11 ركعة، 8 زائد الشفع 2 والوتر 1، هذه 11 ركعة. انتهينا بعد ذلك أو قبل ذلك من الصلاة، وندخل في الآيات التي استفتحت بها كلمات هذا الدرس، وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو الصوم الذي جاء ذكره في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم في اللغة الإمساك، مطلق إمساك، إمساك عن الأكل والشرب عند أهل اللغة جائز، إمساك عن الكلام عند أهل اللغة جائز. ومما دل على أن الإمساك عن الكلام يطلق ويراد به الصوم، أو مما يدل على أن الصوم يطلق ويراد به الصوم عن الكلام، ما جاء على لسان سيدتنا مريم قالت: إني نذرت
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. الصيام إمساك عن المفطرات، أظن الشيخ نعرفه بقوله وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام، الأول الشهادتان، الثاني الصلاة، الثالث من أركان الإسلام الصوم. وعرف الصوم بقوله فهو إمساك معروف على وجه مخصوص، ويريد بالوجه المخصوص. وإذا كان قال على وجه مخصوص فإننا نزيد قائلين في زمن مخصوص، والزمن المخصوص زمنان، زمن على مستوى الشهر وزمن على مستوى أيام الشهر. أما الزمن الذي على مستوى الشهر فهو شهر رمضان، في زمن مخصوص هو شهر رمضان. ويجوز أن يكون في زمن مخصوص، يعني في كل يوم من أيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل ذلك يدخل تحت عباءة في زمن مخصوص قبل بعد أن قال شيخنا على وجه مخصوص. ومنه أي من أركان الصوم النية لكل يوم وتبييتها من الليل. لا يقبل الصوم عند الشافعية إلا إذا بيت الصائم نية الصوم من الليل، نوى أن يصوم قبل أن يطلع الفجر، وهذا في الفريضة. أما النافلة فيجوز أن تكون في أي نية ولو كانت بعد طلوع الفجر، ولو كانت بعد الزوال على رأي، وعند رأي آخر الحد الأقصى لعدم وجودها الزوال، أما بعد الزوال فلا يقبل من الصائم أن يصوم بنية بعد الزوال، وسواء كانت النية المعتد بها في النفل قبل الزوال أو بعد الزوال، فإنه يشترط لصحة الصوم بها ألا يسبقها مفطر من طلوع الفجر، ألا يسبقها، يعني ما يكونش الصائم اللي نوى صوم نفل قد أكل قبل ذلك، خاصة كان قد أكل بعد طلوع الفجر. فإذا كان قد أكل بعد طلوع الفجر فلا ينفعه الصوم من النهار بنية من النهار. إمتى ينفع الصوم بنية من النهار؟ إذا كان الصوم صوم نفل وإن لم يذك مفطرا عند طلوع أو بعد طلوع الفجر. إن توفر هذان الشرطان كان الصوم جائزا. والشرط الثالث أن توجد النية قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر. أما الفرض فلا يقبل إلا بنية من الليل، ودل على ذلك حديث وارد عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: من لم يجمع الصيام فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت النية فلا صوم له. يعني عشان الصوم يكون صحيح ومقبول ومعتد به شرعا لا بد أن تكون عندك نية الصوم قبل أن يطلع الفجر، أدي معنى تبييت النية. وهذا عند السادة الشافعية وعند فق، وليس ذلك عند السادة الأحناف، فالأحناف يجيزون الصوم بمطلق نية، أي سواء كانت النية مبيتة للصوم من الليل أو كانت النية بالنهار. وغير الأحناف والشافعية وهم المالكية يفرقون بين صوم النفل وصوم الفرض. وصوم الفرض أيها الأحبة،
بعد أن تكلم أو تحدث عن النية حديثا عاما في قول شيخنا ومنه النية لكل يوم وتبييتها من الليل، ذكر الركن الثاني من أركان الصوم الذي لا يصح الصوم إلا إذا وجد هذان الركنان، فقال والإمساك عن المفطرات، عدم تناول أي مفطر، وضرب المثال من الطعام والشراب والجماع والاستمناء مباشرة والاستقاءة بالاختيار، في عندنا قاء وفي عندنا استقاء، قاء يعني رغما عنه زي ما جاء في الحديث ذرعه القيء، ومعنى ذرعه يعني غلبه، فالصائم إذا ذرعه القيء فصومه صحيح، أما إذا استقاء الألف والسين والتاء للطلب، يعني هو الذي استدعى القيء وظل مع القيء حتى كان القيء دون أن يغلبه القيء، وإنما هو الذي استدعاه باختياره وإرادته وبفعل منه، فإن صومه يكون باطلا. وفي ذلك جاء الحديث عن سيدنا محمد رسول الله: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقض، فليقض، أيوة، ومن استقاء فليقض. من ذرعه القيء، قول الحديث اللي ركن ظهر كرة أنت، أيوة، تعالوا هنا اللي ركن ده، تعال اقترب مني، اقترب، تعال يا ولد أنت، تعال ولد، أيوة أنت، تحرك، تحركوا هنا عندي، اقترب مني جدا، تعال تعال، الدنيا برد عشان تدفيني، يلا يا ولد اتحرك، اللي ورا كله واللي قدام يتحرك في خطى سريعة، الحديث قول من ذرع، أيوة، من ذرع القيئة، القيئة تيجي من زرع القيئة، زرع القيئة يعني زرع القيئة في الأرض، القيئة يعني من الزراعة، من المحاصيل الزراعية، معنى كلامك كده القيء من المحاصيل الزراعية، من زرع القيء زرع هو، والقيء لا يزرع، في فرق بين يزرع ويزرع، بالزاي، انت قلت بالزاي وجعلت القيء من المحاصيل الزراعية، بينما الحديث من ذرعه، ذرعه يعني غلبه، وفاعل ذرعه القيء وليس القيء. يلا انت واصل الحديث اكمل حتى نصحح لك حفظك. من زرع القيء، برضو لسه من زرع القيء، ده انت مجرف، انت تزرع القيء عندك في بلدك، امال من زرع عه، من زرعه القيء، القيء، قيء، من زرعه القيء اي غلبه القيء، فليس أكمل يا ولدي، فليس عليه، ليس عليه القضاء، فليس عليه قضاء، وبعدين أكمل، أكمل الحديث، استيقى، استيقى ولا استيقنا، إن نتبع إلا ظنا ونحن مستيقنين، ومن استقاء، ومن استقاء وليس استيقن، ومن استقاء فالإيه؟ فليقض، فليقض، أيوة، قل لي معنى الحديث يا بابا، ما الذي يدل عليه الحديث من الأحكام الشرعية، يلا بسرعة، دل الحديث على
الذي يغلبه ايوه القيء يعني ايه الاختيار بنفسه. لا ازاي يغلبه بالاختيار؟ ما تجيش لفظان متضادان لا يجتمعان، أي كيف يغلبه وكيف بالاختيار؟ تمشي ما تمشيش أبدا. الذي يغلبه القيء، الذي يغلبه القيء فلا فصومه صحيح وليس عليه القضاء. ده الفقرة الأولى مما دل عليه الحديث. الفقرة الثانية أو الحكم الثاني، ومن أيوة ومن ايه المفهوم من كلمة استقاء؟ يعني طلب ال... ومن كا ايوه طلب القيء، طلب استدعى القيء. نعم. يعني قاء باختياره وارادته. نعم. قاء باختياره، فمن كان قيئه باختياره وارادته بطل صومه ووجب عليه القضاء. قال شيخنا في ذلك يرحمه الله: والاستقاءة بالاختيار. ومن تمام الصوم الذي مر كان من واجبات الصوم وأركان الصوم. القادم من الكلام أصل الصوم موجود، النية موجودة مبيتة من اللين، امتنع الرجل عن تناول المفطرات، يبقى أصل الصوم موجود وذمته برئت، لكن نريد أن تكون العبادة موجودة على وجه الكمال والأفضلية. كيف تكون موجودة على وجه الكمال والأفضلية؟ أهو: ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها. كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها. ففي الحديث خمس يفطرن الصائمة، يفطرن الصائمة يعني ينقصن ثواب صومه. وليس المقصود بالحديث أن الفطر يحصل بوجود واحد مما ذكر فيها، لا، أي شيء مما وجد في هذا الحديث يجعل الصوم ناقصا، لكن الصوم موجود، أصل الصوم موجود. وإذا انتهى اليوم على خير وغربت الشمس فقد برئت ذمة الصائم وليس عليه القضاء. لكن إذا فعل ما جاء ذكره في الحديث كان ثوابه على صومه ناقصا. الغيبة، الكذب حرام في كل وقت وحين، وتتضاعف الحرمة حينما تكذب وأنت صائم. الغيبة حرام في كل وقت وحين، ويشتد الإثم حينما تغتاب أخاك وأنت صائم. النميمة، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، السعي بين الناس بالفساد والوقيعة، ذلك منهي عنه في كل وقت وحين، ويشتد النهي إذا كان النمام صائما. ويشتد النهي إذا كان النمام صائما. كذلك اليمين الكاذبة حينما تحلف يمينا وأنت تعرف أن يمينك ليست يمين حق بل يمين كذب، يمين كذب محرمة في كل وقت وحين، ويشتد التحريم إذا حلفت اليمين الباطلة وأنت صائم. والنظر بشهوة إلى النساء منهي عنه في رمضان وفي غير رمضان بقول الله الرحمن: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويتأكد الغض
ويحرم النظر إذا كنت صائما. فإذا كنت صائما ونظرت إلى بنات حواء أنقص ذلك من ثواب صومك، ولم يكن صومك صوما كاملا ولا فاضلا، بل كان صوما ناقصا ومفضولا، وكان الأولى لك ألا تفعل ذلك وأنت صائم. ومن تمام الصوم أيضا تحري الإفطار على الحلال وعدم الاستكثار من الأكل. ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال أن تفطر على أكل مباح لك، على أكل تملكه، على طعام تملكه، على طعام أهدي إليك، أو على طعام وهب لك. أما إذا أفطرت على طعام سرقته، أو أفطرت على طعام غصبته، فليس صومك بالصوم التام، وإنما عبادتك ناقصة. هذه. ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال وعدم الاستكثار من الأكل. الثانية تختلف عن الأولى. الأولى أنت أكلت من مال غيرك، من طعام غيرك. الأولى الثانية أنت أكلت من طعامك لكنك ظللت تأكل عند صلاة المغرب، بعد أن استمعت النداء إلى المغرب لم تقم على المائدة وتتركها إلا بعد ساعة، إلا بعد ساعة تيجي تتنفس مش قادر تتنفس لأن المعدة خلاص، مش قادر تشرب لأن ما تركتش مكان للشرب ولا تركت مكان للنفس، وما طبقت حديث نبيك ما أكل لقيمات بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، مش كده؟ فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا جعل الثلاثة أسلاس كلها للأكل، ولم يدع ثلثا للماء، ولم يدع ثلثا للهواء. يبدا يجعل الصوم ناقص والأجر غير كامل، وعدم الاستكثار من الأكل. وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع، والله أعلم وبالله التوفيق. ومن الأيام الفاضل صومها في الشرع يوم الاثنين والخميس، ومن الأيام التي يفضل صومها في الشرع يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، المسمات بالأيام البيض. ومن الأيام التي يفضل صومها في الشرع يوم عرفة ويوم عاشوراء. ومن الأيام التي يفضل صومها في الشهر التسع الأيام الأول من شهر ذي الحجة. ومن الأيام التي يفضل صومها في الشهر أيام شهر الله المحرم. أفضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصوم بعد الصوم المفروض الصوم في شهر الله المحرم. هذه الأيام التي ينبغي للمرء، أو التي يحسن، بلاش ينبغي، التي يحسن للمرء أن يصومها. غير ذلك لا ندع الصيام إلا ونبين أن هناك خمسة أيام على مدار العام يحرم صومها، يحرم خمسة أيام على مدار العام صومها حرام. واحد عيد الفطر، اثنين عيد الأضحى. الأخ اللي وراك أنت في حتة الورق ده، تعال هنا، تعال هنا. ماذا كان الشيخ يقول؟ الأيام الفاضلة. الفاضلة؟ نعم. أنت لست فاضلا، أنا سبت الأيام الفاضلة من زمان وجئت في الأيام المحرمة، فإجابتك إجابة محرمة.
تدري لماذا؟ لأن الشيخ يتكلم وأنت حصل؟ حصل، نعم، لا تملك إلا أن تقول حصل، لأنني لا أكذب عليك ولا أحلف يمينا كاذبة على نومك، بل إذا حلفت أنك نمت أكون صادقا. فأنا الآن في الأيام التي يحرم صومها ولست في الأيام الفاضلة، فانتبهوا يا أولي الألباب. الأيام الإيه؟ التي يحرم، واحد عيد الفطر، اثنين عيد الأضحى، ثلاثة واربعة وخمسة أيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، مش كده؟ قال في ذلك سيدنا محمد رسول الله: أيام منى أيام أكل وشرب، ومش أكل وشرب بس وتنسى ربك، لا، وذكر لله عز وجل. زي ما بتذكر بطنك وتهتم ببطنك وتعتني ببطنك، يبقى تعتني بذكر ربك، مش كده؟ يلا، الزكاة لغة النماء والطهارة والصلاح والمدح. الله، دي الألفاظ اللغوية للزكاة، مع معاني الزكاة اللغوية: الطهارة والنماء والصلاح والمدح. قد أفلح من زكاها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يمدحونها ويثنون عليه. ده أدلة من القرآن على المعاني اللغوية التي ذكرتها. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. وفي آية في سورة النور يا ولدي في الصفحة الثانية بتقول إيه؟ ولولا فضل الله عليكم، أنت تذكروني لو قعدت سنة بالكامل لن تذكروني، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، يعني ما صلح. لأن قلنا الزكاة إنما الطهارة المدح الثناء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي، يعني ولكن الله يصلح. نحن قلنا الزكاة لغة النماء والمدح والصلاح والثناء. زكى الزرع يزكو، يعني نما ينمو. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا النماء. الزكاة، تلكم معاني الزكاة في اللغة، وأما في الشرع فهي مقدار، مقدار معلوم يخرج في وقت معلوم لطائفة مخصوصة، مقدار مخصوص، مقدار يجب في مال مخصوص في وقت مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة، مقدار يجب في مال مخصوص. ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة. ففي حديث عن سيدنا النبي: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. في حديث عن سيدنا النبي: ليس في الخضروات صدقة. هذه معنى في مال مخصوص، يخرج في وقت مخصوص، ووقت وهو نهاية الحول، حينما يمر حول على النصاب، لطائفة مخصوصة، يصرف لطائفة مخصوصة.
ودي للطائفة المخصوصة الواردة في قول الله إنما الصدقات. ها ايوه كمل. والمؤلفة ايه؟ قلوبهم. ما تجيش قلوبهم ابدا. والمؤلفة قلوبهم بالرفع. ولا انت ما تحبش الرفع؟ طب قول يلا. والمؤلفة قلوبهم. ها انت اللي ادخلت نفسك، انا ما سالتكش، انت اللي طوعت بالكلام فتكلم للنهايه. تدخل باختيارك ولا تخرج الا باختيارنا. اقرا الايه من ثاني. انما الصدقات للفقراء والمساكين العابدين عليه والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم. هذا قلت ايه؟ يبقى ما فيش حاجه. ايوه. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى للفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمن طوائف تصرف لهم زكاة المال. وليس بلازم أن توجد الطوائف الثمانية كلها في زمن واحد، وإلا ما عندناش الآن وفي الرقاب، ما عندناش الآن والعاملين عليها، ما عندناش والمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا كلهم مؤلفة قلوبهم سواء من هنا أو من هناك. وما أدراك ما هنا وما أدراك ما هناك. والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. عندنا الغارمين. الغارمين يعني الذين غرموا مبلغا من المال، إما للإصلاح بين الناس، وإما المدينون. المدينون يدخلون في الغارمين. المدينون يعني الذين اقترضوا أموالا من الغير. اقترضوا، تعرف القرض؟ اقترضوا أموالا من الغير. يا مولانا أنا عاوز 1000 جنيه. مولانا راح مديه 1000 جنيه. هتسدده أمتى؟ بعد شهر. جه الشهر لم يسدد. لم يسدد ليس عن غنى ويسار، إنما عن عجز. عن عجز حقيقي وعن فقر فعلي. فيجوز أن يعانى من زكاة المال على أداء سداد دينه، على أن يسدد دينه. ماشي. ويلزم الترتيب. نعم. ويلزم الترتيب. أي أنا الترتيب زي يبدأوا بما بدأ الله به. أيوة يلزم الترتيب. الأولى الترتيب. نسدد الأول طائفة الفقراء. استوفيناها واستوعبناها وخلصناها. ندور ولسه في المال زكاة بقية. نروح لطائفة المساكين. وزعنا وخلصنا واستوعبنا، ما عادش مسكين إلا وقد أصاب من زكاة المال. نروح على المؤلفة قلوبه أو العاملين عليها، وهلم جرا لحد ما نصل إلى وابن السبيل، يعني الغريب المسافر الذي أنشأ سفر طاعة من بلده إلى البلد التي سافر إليها، وفني زاده و خلص ماله، يجوز أن يعانى من أموال الزكوات. يلا يا ولدي. وأما الزكاة هي رابع أركان الإسلام، فتجب على المسلم لشروط وجوب الزكاة. لا لسه. فتجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها. إيه بقى الأموال؟ واحد النعم. ويخطئ من يقول النعم، في فرق بين النعم والنعم. فالنعم أعم والنعم أخص. النعم اللي هي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام.
وعزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. ويدخل في الغنم المعزة، ويدخل في البقر الجاموس. يبقى خمسة، ثلاثة إجمالا خمسة تفصيلا. ثلاثة الإجمال: الإبل، البقر، الغنم. الخمسة التفصيلية: الإبل، البقر، الجاموس، الغنم، المعز. إما تقول المعز بدون ألف، وإما تقول الماعز. وجاء القرآن بالمعز بدون ألف. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. وبعد الآية على طول: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى آيات سورة الأنعام تبين الأنعام، آيات سورة الأنعام تبين المرادة بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم. ده أول مال تجب فيه الزكاة. ولكل النصاب، يبدأ النصاب في الإبل من خمس، ويبدأ النصاب في البقر من 30، ويبدأ النصاب في الغنم من 40. فمن ملك 39 من الغنم لا زكاة عليه، ومن ملك 29 من البقر لا زكاة عليه، ومن ملك 4 من الإبل فلا زكاة عليه. أدي نصاب كل بهيمة من بهيمة الأنعام. فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها، وهي النعم والنقدان. النقدان عن الذهب والفضة. في عندنا زكاة اسمها زكاة النقدين. ما هما النقدان؟ الذهب والفضة قديما وحديثا ما حل محلهما من العملات الورقية والعملات المعدنية على اختلاف جنسيات الدول الإسلامية. العملة عندنا اللي حلت محل ده بالفضة الجنيه، في ماليزيا الرنجية، في الصومال ايه، في الاندونيسيا ايه، ها، الروبية، في السعودية الريال، في الكويت الدينار، وهلم جرا وهلم جرا. يبقى عملة كل دولة حلت محل الذهب والفضة فتأخذ حكم الأصلي. الأصل تجب فيه زكاة، يبقى كذلك ما حل محل هذه العملات تجب فيه الزكاة. ويجعل الأصل ويجعل الذهب أصلا لمعرفة النصاب. فعندنا في مصر لا تجب الزكاة إلا في خمس مصرية، في عند الكل 85 جرام من الذهب. تشوف الجرام الذهب المصري بكام، تضرب كام في 85، الإجمالي يمثل نصاب زكاة المال. الروبية في أندونيسيا جرام الذهب بكام روبية؟ بمثلا 100 روبية. يبقى تضرب 100 روبية في 85، الإجمالي هو نصاب زكاة المال. فأي اندونيسي يملك هذا المبلغ ومر عليه حول وكان فاضلا عن حاجاته وحاجات أولاده وحاجات مدامه يعني زوجه يقبه، وفائضا عن ديونه، يقبه وجب عليه أن يزكي هذا المبلغ بأن يقسمه على 40، وحاصل القسمة هو المبلغ الذي يخرجه زكاة عن هذا المال الذي يملكه. تسمعون وتفهمون؟ قول لي اللي انت فهمت يا ولدي.
يلا بسرعة. وهذا جزاء من يجلس بقرب الشيخ. قول. الذي يملك المال. نعم. ويبلغ النصاب. أيوة. الحول. النصاب كام؟ النصاب. النصاب الإندونيسي كام؟ أنت ماليزي؟ أنا بروناي. بروناي يا ولد، ده البروناي عملتها أغلى عملة في العالم كله. النصاب البروناي كام من الزكاة؟